ورجعنا لكم مرة تانية ولسه مكملين معاكم حلقتنا، ودلوقتي وصلنا لفقرة الاستوديو التحليلي الستات في الكورة. طبعا كلنا شفنا المباراة اللي لعبها الأهلي امبارح واللي انتهت بالتعادل مع نادي سموحة علشان يوصل للنقطة 23 ويفضل مستمر في تصدر ترتيب جدول الدوري. فهنتكلم معاكم في الاستوديو التحليلي بشكل فني عن تفاصيل المباراة ومباريات الأهلي اللي جاية وموقفه في الدوري افريقيا وكاس العالم للانديه. وعلشان كده معانا ومنورنا في الاستوديو التحليلي ضيوفنا عمر صبحي الناقد الرياضي ومنى عمر الناقده الرياضيه. اهلا بيكم عمر. طبعا الفقره اسمها ستات في الكوره، فاعتقد ان ده هيجي عليك شويه، يعني اعتقد ان احنا مش هنرحمك. حسيت ان انا دخيل سن كده، يعني حسيت ان انا مش في مكاني. لا انت على راسنا، اوعى تقول كده. يا الستات والراجل. طيب عشان كده هبتدي من عمر. خلينا لا ليديز فيرست. احنا كتير برضه يعني عايزين نتكلم عن ماتش امبارح. شفت ازاي مباراه امبارح بين الاهلي وسموحه فنيا من وجهه نظرك؟ يعني الحقيقه كان المردود الفني لفرقه الاهلي ما كانش زي المتوقع بعد توقف كبير في كاس العالم ده، اكتر من 20 يوم فتره تحضيريه ثانيه لكولر مع فرقه الاهلي. لكن بعد العوده شفنا تعادلين في الماتشات الاخيره للنادي الاهلي. طبعا كنا نتمنى ان الاهلي، خصوصا ان هو داخل على مرحله صعبه جدا في الفتره اللي جايه بمباريات دوري ابطال افريقيا ومباريات كاس العالم، كنا نتمنى ان المردود الفني يكون ايجابي اكتر من كده. منى شفتي زي ماتش امبارح؟ الحقيقه يعني كولر، مارسيل كولر طبعا مدرب الاهلي، لخص المباراه في التصريحات بعدها، يعني لما طلع قال انا ما شفتش مباراه زي دي في حياتي. الحقيقه احنا ما شفناش مباراه زي دي في حياتنا يعني. للاسف زي ما عمر قال، المردود الفني للاهلي ما كانش جيد تماما. يعني لو جينا نلخص اللي بيحصل الفترة الأخيرة لفرقة النادي الأهلي، هنقول إن الفريق محتاج تصحيح مسار. يعني ايه تصحيح مسار؟ او تصحيح مسار دي بيندرج تحتها اكتر من بند. اول حاجة يعني عادي جدا، ممكن كان الاهلي بيتعادل، الاهلي بيخسر، الجماهير ما كانتش بتزعل، الجماهير ما كانتش بتتاثر، او ما كانتش بتهاجم بالطريقه اللي احنا شفناها عشان الاداء. لا كمان غياب الروح. أيوة. ده كان عنصر اساسي خلال الماتشات الاخيره بالذات، او الثلاث مباريات الاخيره للنادي الاهلي، ما كانش فيه روح تماما. احنا بنشوف اللعيبه، مع كل الاحترام ليهم طبعا، مجهود بدني طول الموسم كبير جدا، وارد يحصل. هو فين ده واحنا لسه بدانا؟ عشان مش عايزه اقول بدني. احنا ما ينفعش يا جماعه نقعد كل شويه حجج. لا انت لعيب كوره، انت بتلعب في النادي الاهلي، فبتلعب في النادي الاهلي، فانت عارف، انت عارف اللي مطلوب منك. فاحنا لسه ما قلناش بسم الله الرحمن الرحيم عشان نقول مجهود بدني. لسه بادئين دوري. احنا متفائلين، ان شاء الله ان الاهلي هيعمل حاجه كويسه. وده واضح. الاهم بقى ان انا استغل اللي حصل ده من بدري علشان ما احصدش النتائج بتاعته بعد. على فكره هو الخوف علشان احنا خايفين بس عشان اللي جاي، بس ان شاء الله انا واثقه اهو، انا كاهلاويه وحضرتك طبعا كلنا، ان احنا هنعمل شغل جامد جدا. نتكلم في ايجابيات برده في الماتش، حلوه كده جدا يعني. الشناوي صد كور كتيره جدا يا عمر، صح؟ يعني عمل شغل جامد برضو، نديله حقه. وشايف اداؤه ازاي؟ هو الحقيقه الشناوي في الفتره الاخيره مش واخد حقه خالص. بمعنى ايه؟ بمعنى ان اللعيب يكون واخد احسن لعيب في افريقيا واحسن حارس في افريقيا، وما يحصلوش يعني بسبب الظروف اللي كان بيمر بيها النادي الاهلي في اخر بطولات، ما يحصلوش الاحتفالات الممكنه لدرجه ان هو احتفل بالجائزه بعد مباراه السوبر الاخيره ضد الزمالك. الشناوي كان عنده تذبذب في المستوى، ولكن رجع دايما هو حارس مرمى مصر الاول، وعنده من الخبرات الكافيه جدا ان هو يقدر يقف على رجله تاني. وهنا بنشوف شخصيه اللاعب او شخصيه البطل او شخصيه قائد في الملعب، ان في عز ما ممكن يكون في لعيبه عندها تذبذب في المستوى، او في لعيبه عندها قصور في الروح، او في لعيبه عندها الاداء الفني بتاعها اميره مش قوي، نلاقي اللي هو الكابتن الفريق هو اللي شايل الفريق، كابتن الفريق قادر يحرك الفريق. يعني انا بالنسبه لي، بالنسبه للنادي الاهلي، محتاج اكتر من حاجه. محتاج اكتر من حاجه دول بره الملعب، مش محتاجهم في الملعب. صحيح. يعني من وجهه نظري الاهلي محتاج طبيب نفسي. دي اول حاجه. ليه؟ لان اللعيبه معظمها عندها هزه في الثقه كبيره جدا. بمعنى ايه؟ عندي خط الهجوم كله
عنده أزمة كبيرة في الثقة، عايز ينزل يشارك عشان يثبت نفسه. اللعيبة اللي في الأهلي ما ينفعش تنزل تشارك عشان تثبت نفسها، لأن ده لاعب بطولة، لاعب المفروض لما يجي يشارك نازل يشارك علشان يسجل من نص فرصة، وكذلك كل اللاعبين في الفريق. فمعظم لاعبين الفريق عندها أزمة ثقة، عندها تذبذب بره الملعب. فدي دي من ده ناتج عن المباريات الأخيرة أو البطولات الأخيرة في اللي حصلت مع النادي الأهلي أو الأحداث الأخيرة اللي حصلت مع النادي الأهلي. كمان إن في مدير فني جديد مع اللعيبة دي، فالمدير الفني جاي عايز يشوف اللاعب اللي يقدر يعتمد عليه عشان يكسبه دلوقتي علشان يقدر يبني عليه بعد كده، فهو مش قادر يديهم الثقة في النفس، فدي محتاجة جزء نفسي مع النادي الأهلي. تاني حاجة محتاجين جدا 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 في النادي الأهلي تجديد الدوافع. ليه يا هند وليه يا ميرا؟ لأن الفرقة دي خدت كل حاجة ممكن تاخدها، خدت برونزية كأس عالم، خدت 2 دوري أبطال أفريقيا، خدت الدوريات اللي شاركت فيها، فبالتالي كل اللعيبة دي كسبت كل حاجة. فانت لما تكوني انت عامله كل حاجه، يعني انت مثلا هند ولا اميره طلعتوا مع اوبرا وينفري، خلاص انت وصلتي للتوب، انت ما عايزه تجديد دوافع، فين بقى اللي هيديك الدافع؟ هو ده دي ازمه موجوده. بس كمان بس احنا كان عندنا جيل ذهبي، متعب وغيره كانوا برضو واخدين كل البطولات وما كانش عندهم نفس القصه. اعتقد ان موضوع الدوافع ده، ان انت بتلعب في النادي الاهلي ده دافع. هنا مانويل جوزي هنا مانويل جوزي لما يطلع شخصية من المدرب، بالظبط شخصيه المدرب، وشخصيه المدرب مكمل بقاله كام سنه مع النادي الاهلي. هنا لما مانويل جوزي كان يطلع كسبان من الماتش 4-0 كان يجيب اللعيبه وبحكاوي الكباتن الكبار بعد ماتش 6-1 الزمالك، بالظبط بحكاوي الكباتن الكبار قال لهم احنا كنا المفروض نكسب 10، ممكن نكسب اكتر من كده. هي دي هنا شغل المدرب وشغل هنا ازاي ان انت كمدرب او كمدير اداري في الفرقه بتدي الثقه للعيبه وبتدي لا انتوا عندكم اكتر. هنا انت بتتكلمي فعلا صح، انت بتتكلمي الاهلي كان عنده جيل تاريخي كان الاخضر واليابس عمل كل حاجه، بس الجيل هنا كان المدرب بياخد بطوله ويمشي. بالظبط هنا كان المدرب يعني متطلب، كان المدرب الدوري متطلب. ده بالنسبه لهم يعني زي صباح الخير. بالظبط ما كانش ما كناش بنحسب الدوري، يعني الدوري كده كده من التاريخ كنا بنشوف البطولات الثانيه. فهنا هنا المدرب متطلب، ده زي ما بنشوف مع جوارديولا مثلا في دوري ابطال اوروبا او في الدوريات الاوروبيه، بيب جوارديولا بيطلع من السيتي كسبان 6 يقول لك بس اللعيب اللي عندي الفلاني ما عداش بالشكل الفني المطلوب، او يجيب لعيب في الدقيقه 85 عايز ينزله كبديل يقعد يديله وهو كسبان اصلا، ويقعد يديله في تعليمات فنيه كبيره جدا وهو ينزل يشارك 5 دقائق بس. ليه؟ ده متطلبات مدرب اللي هو عايز ينزل اللعيب بتاعي مش عايز يخش فيها جون، عايز ازود اهداف، عايز اعمل، عايز اكسب لعيب للماتش الجاي. يعني لما انزله اخليه شارك 5 دقايق بس، انا عايز اكسب لعيب للماتش الجاي، هديله دلوقتي عشان اقدر ابني عليه بعد كده. طيب منا بما ان احنا بنتكلم عن مارسيل كولر ووجهه نظره، مارسيل كولر من اكتر المدربين اللي شفنا ان هو بيعتمد على الصغيرين وبيعمل روتيشن، بيقعد ناس وبيلاعب ناس في اماكن مش في اماكنها، ده يقف جناح دلوقتي وده يعمل كذا وكذا. بتشوفي ده ازاي؟ وهل ده هيفيد ولا هيضر؟ وفي الوقت اللي احنا فيه ده هل احنا عايزين ال11 هم ال11؟ يعني بتشوفي ده ازاي؟ بصي هي بيبقى ليها ايجابيات وبيبقى ليها سلبيات. كولر اصلا بقاله قد ايه مع النادي الاهلي؟ هو من سبتمبر 2022 فحوالي 3 شهور. هو لسه مش متعرف على اللعيبه، حتى احنا دايما بنشوفه واقف على الخط ورقه وقلم وبيكتب بيدون ملاحظات او بيكتب اسماء، هو لسه مش متعرف على الامكانيات حتى بتاعه اللعيبه اللي معاه. فكره الروتيشن او فكره التدوير طبعا مطلوبه، خصوصا ان انا هشارك في اكتر من بطوله، عندي دوري، عندي كاس، عندي كاس عالم انديه، وعندي دوري ابطال افريقيا، بس مش شرط ان انا اعمل روتيشن كل مباراه، لان ده ممكن يجي لي بنتائج عكسيه زي ما احنا ما شفنا في بعض المباريات. في مباريات يعني مش عايزه اقول ان هي بتبقى مضمونه بنسبه 100%. يعني رايك ايه مثلا في رأفت في الدفع ان هو الماتش اللي فات رأفت خليل في ماتش في مباراه زي دي؟ انا شايفه انه انا لا ضد. انا هسمع رايك عم. ضد ليه؟ مباراه سموحه او اللعب يعني خصوصا قدام كابتن طارق العشري بيبقى صعب شويه، لان هو دايما بي 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 بيلعب على تكتلات دفاعيه، فانت بتبقي محتاجه ان انت اللعيبه تكون في انسجام ما بينهم وما بين بعض،
علشان يقدروا يخترقوا او يتعاملوا مع التكتلات الدفاعيه دي. رأفت خليل اول تقريبا اول مباراه ليه في الموسم، تمام، او اول مباراه ليه مع 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 الفريق الاول او مع كولر او او او، فلسه مش واخد على الانسجام ده. ما شفناش المردود اللي كان مطلوب، خصوصا بقى انه هيبدا تركيز او سبوت على اصل رأفت خليل في المباراه ما كانش احسن حاجه، ده لسه لاعب صغير لسه ما قدرش ان هو يطلع كل امكانياته في مباراه واحده. لو نيجي نشوف بقى الناحيه الثانيه، ممكن المردود بالنسبه له على اللاعب نفسه ممكن يبقى عكسي، لان زي ما قلنا لسه هو لاعب صغير لسه خبراته مش كبيره، فممكن ده يجيب معاه نتيجه عكسيه. كان اكيد الكلام هيختلف او الوضع كان هيختلف لو كان لو كان الاهلي كسب او كان مثلا كان مشاركه رأفت كان بالظبط بالظبط. في الامور دي احنا دايما بنقول ان اللاعب الصغير او اللاعب الجديد ده بيشيل الليله يعني، فحرام ان هو يبقى لسه لاعب صغير وانا احمله مسؤوليه كبيره زي دي. مطلوب الروتيشن، نرجع تاني على كلامنا على التدوير، بس مش لازم في كل مباراه، وممكن على حسب نتيجه المباراه. يعني لو نتيجه المباراه خلاص انا ضمنتها فما فيش مشكله ان انا ادفع بلاعب اتنين بالظبط كده بدل اللعيبه الاساسيه بتاعتي. عمر رايك ايه؟ بص يا ميرا، خلينا نتكلم في الاول يعني كلام علمي، ليه اتوجد الروتيشن؟ علشان تقدر تستفيد بكل من اكبر الفرق. كم من اللاعبين في اكبر عدد من المباريات. صحيح. بمعنى ايه؟ ان انا دلوقتي عندي مباراه في 2 في 3 في وقت قصير، فانا علشان ما احملش حمل بدني على اللاعبين بشكل كبير جدا، فانا هدي للاعبين تانيين علشان اخفف الحمل عن بقيه اللاعبين الاساسيين. دي حاجه، دي اول سبب. تاني سبب، علشان ادي كوره او ادي فنيات للاعبين اللي موجودين على الدكه فاقدر اشارك بيهم. ثالث سبب، ليه خصائص فنيه مختلفه عند اللعيبه. يعني انا عندي مثلا ميد فيلدر 6 في الملعب، يعني لاعب وسط ملعب مدافع في الملعب عنده خصائص، وعندي على الدكه لاعب وسط مدافع ثاني بس عنده خصائص مختلفه. اوكي. ده ممكن مثلا بيعرف يقطع كوره، وده مثلا بيعرف يبني هجمه او بيعرف يمرر كوره. فالروتيشن اتخلى عشان الثلاث حاجات دول. اول حاجه، احنا لسه يعني زي ما عنده انت كنت بتقولي من شويه، لسه بدأناش الموسم. يعني الموسم بدا، احنا لسه ده تاني ماتش ولا تالت ماتش بعد كاس العالم، فاحنا مش محتاجين الروتيشن عشان الحمل البدني. تاني حاجه، الخصائص الفنيه، انت مش هتقدري تطلعي لعيب لسه شاب تديله خصائص فنيه في مباراه معقده بالنسبه لك وانت مش قادر تفتح فيها حلول فنيه زي ما انت صرح، زي ما كولر صرح، هو اللي قال مش انا، ان المباراه كانت مقفله بشكل كبير جدا وما كانش فيها حلول فنيه قوي في الملعب، فمش هيديك حلول فنيه. وفكره الناس اللي عندك، هو برضو اتكلم عن تضييع الوقت وانه الفريق المنافس كان بيدافع بالزبط بشكل كبير. احنا طول عمرنا بنلعب سموحه، وطول عمرنا بنلعب كل الفرق العشر، فمش جديد. وانا ماليش دعوه بالفريق اللي قدامي هيلعب ازاي بالزبط. يعني انا هلعب ازاي؟ يعني انا ضد انه اطلع اتكلم بشكل، انا دي شغليه المدرب. ما انا جايبك عشان لما ما يكونش الفريق اللي قدامي عنده يعني يكون مقفل، يبقى انت تديني حلول فنيه. انا كلاعب مستني انت تديني حلول فنيه. فهل رأفت خليل كان هو اللي هيخلي الاهلي بشكل مختلف؟ اعتقد لا، لكن الاهلي عنده لعيبه كبيره جدا. كان مين ممكن هي التغييرات اللي انا بالنسبه لي اليو ديانج ما عادش دك طبعا، يعني يعني لو لعبنا دوري درجه ثانيه اليو دينج، لو لعبنا فريق من اي في اي مكان في العالم اليو دينج ما عادش دك. ده راجل، ده لاعب على مستوى عالي جدا من قطع الكوره ومن تهيئه الكوره، وبيشوط من بره المنطقه وبيطلع بيعرف يطلع بالكوره وعنده كل الحلول. بالرغم ان عمرو السولية لعيب كبير جدا وحمدي فتحي لعيب كبير جدا، بس عمرو السولية مختلف تماما عن حمدي فتحي عن اليو دينج. فهنا مشاركه اليو دينج كانت مهمه جدا. فانا هنا ليه عملت الروتيشن؟ يعني انا كمدير فني ليه هعمل روتيشن في تاني ماتش ولا تالت ماتش في الدوري؟ ايه السبب؟ يعني هو ساعات كنا نقول لا، اصل هو محتاج يفهم اللعيبه، محتاج يشوف، ما يفهم اللعيبه في مباريات وديه وفي التمرينات. مش هيفهم اللعيبه في مباريات وديه كتير يا اميره بالظبط. واحنا في اوف سيزون كان في كذا مباراه وديه قدر يلعبها قبل في البري سيزون، في قبل ما يخش. ما هو دي تاني فتره تحضيريه لكولر مع الاهلي. انا هفهم اللعيبه فيهم، ما فهمش اللعيبه في ماتش. عايز اسالكم انتوا الاثنين سؤال، بما ان احنا داخلين على سيزون انتقالات، يعني شايفين الاهلي محتاج مين في مركز ايه؟ يعني محتاج يشتري لعيبه في مراكز ايه عنده؟ خلينا نبتدي من منا. وليه شايفه الاهلي محتاج صفقات في مراكز ايه؟ المراكز اللي الاهلي
تحتاجي قويها شويه على الاقل، على الاقل من 3 لـ 5. اوكي في ايه بقى؟ هجوم لازم يكون عندي مهاجم سوبر، مع كل الاحترام والله لكل اللعيبه وكل المهاجمين الموجودين في النادي الاهلي، كلهم على مستوى فني عالي جدا، مفيش اي مشكله، مفيش اي اختلاف على ده، بس انا ما عنديش عماد متعب. ده حقيقه. تمام، لازم يكون مهاجم سوبر، ويعني والمهاجم اللي لما ينزل انا عارف ان ده هينزل يخلص لي ماتش. تمام، لو ده لو هو قاعد دكه مش بادئ تشكيل يعني. ده بالنسبه لمركز مركز الهجوم. مركز الدفاع لازم على الاقل صفقه او اتنين. الظهير الايمن لازم يكون عندي لاعب، وخط الوسط لازم يكون في بديل معايا لعمرو السولية. ده كل المراكز. ده جيد بس على الاقل على الاقل خمس على الاقل خمس صفقات، وخمس صفقات سوبر. عشان لو هقدر اكمل، انا اسف يا عمر، عشان لو هقدر اكمل، لان زي ما احنا قلنا احنا في 4 بطولات الاهلي هيشارك فيها. لا احنا هنقدر يا استاذ ان شاء الله، طبعا ان شاء الله باذن الله. خلينا نقول ان احنا قاعدين النهارده وبنتكلم الكلام ده علشان الافضل والافضل، يعني علشان نشوف افضل، سواء من اللعيبه من الجهاز الفني. خلي بالك يا همد، هو دي قيمه النادي الاهلي. بالظبط، قيمه النادي الاهلي لما تكون في المركز الاول وعندك ثغرات او عندك عيوب بتتكلم فيها، انت عايز تعدلها علشان تفضل في المركز الاول. الاهلي ما ينفعش ينزل المركز الثاني او المركز الثالث، يعني اللي انتوا بتقولوه ده هو الواقع اللي اداره الاهلي وجماهير الاهلي عايشاه، اللي هو انت الافضل دلوقتي فعلا، انت الاول في الدوري، ولكن عايز تكون الافضل بمراحل. ده نجاح النادي الاهلي في السنوات اللي فاتت ومع مجالس الاداره المختلفه. ليه؟ عشان كده الاهلي دايما بنقول اكبر من مجرد نادي او كده. ليه؟ لنجاح مجلس الاداره في الحته دي. انا سهل ان انا اوصل للقمه سنه او اتنين، بس ان انا افضل على القمه 10 سنين ده مستحيل او صعب. ده اللي الاهلي بيسعى له. علشان كده احنا لما نطلع نتكلم انما احنا ما بننتقدش لاعب، ما بننتقدش مدرب، ما بننتقدش مجلس اداره. احنا عايزين الفرقه دي زي ما شرفتنا قبل كده وخلت العالم كله لما نروح في اي مكان بره يقول لي اول حاجه، بيقول لي مثلا النادي الاهلي، احنا عارفين الاهلي وعارفين كذا وعارفين كذا. انا سافرت في اكتر من مكان في افريقيا، اول حاجه بتتقال لي هي النادي الاهلي. فده قيمه النادي الاهلي، ودي قيمه الاختلاف في النادي الاهلي داخل النادي الاهلي. علشان كده النادي الاهلي بيوصل لمكانه ما فيش حد بيوصل له. صح. قول لي بقى الصفقات قبل ما فكرتنا تخلص. الصفقات الاهلي محتاجها. انا يعني دي اول حاجه هي تقريبا ممكن اكون مختلف فيها مع استاذه منى في من اول البداية، بس ده هي خناقه. لا بس هو اكيد يعني ده استوديو ستات، فاكيد يعني ده حق. احنا جايين تفتكر، بس انا عايزه اقول لك حاجه، احنا جايبين يعني ستات وراجل عشان يحصل ايه. عمر انا هاخد صفك، انا هاخد صفك، قول بس كام نشوف الاول. هاخد صفك كده تتخانق معايا بعد الهوا عشان اختلفت معاكم. قول اول حاجه، انا شايف النادي الاهلي عنده افضل مهاجمين في الدوري. مين كان افضل من حسام حسن قبل ما يجي؟ مين كان افضل من محمد شريف قبل ما يجي؟ مين كان افضل من شادي حسين قبل ما يجي؟ الثلاثه اللي موجودين في النادي الاهلي مميزين جدا وممتازين جدا. ما علقتش على برونو. برونو سافيو يعني هو 10، بس برونو سافيو لعيب لسه مش لاقيين له مركز. يعني هو لعيب يعني هو في 10 شغال يعني، بس مش بس هو يعني برونو سافيو عايز برونو سافيو اللعيب بتاع لمسه، يعني عامل زي نيمار. لا لا اللي هو لا 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 خلاص اوكي بلاش زي نيمار، لعيب برازيلي اللي هو بتاع لمسه، هيديك لمسه، هيعرف يديك ثرو باس لما تكون الدنيا مقفله، هيعرف، بس مش اللي هو اللعيب اللي هو ياخد الكوره من ورا ويطلع بيها قدام. مراكز ولا قول مراكز، يلا قول محتاجين صفقات في كذا وكذا وكذا. محتاجين هاف رايت، لان في مشكله كبيره جدا في الهاف رايت. محتاجين باك رايت بعد اصابه اكرم توفيق اللي هو اصلا ميدفيلدر. فلا انت قوي لاعب حسين الشحات باك رايت، لان هو كان بيلعبها في المقصه، وحسين الشحات بيجدها اكبر يعني بشكل اكبر بكتير جدا من فكره ان هو يلعب وينج يمين. اعتقد الاهلي محتاج يعوض بدر بنون. عنده احسن اثنين يعني محمود متولي ومحمد عبد المنعم، يعتبر احسن اثنين مدافعين في مصر، ولكن محتاج يعوض بدر بنون، لان انت داخل على بطولات كبيره.
افرض متولي بيتصاب كتير او عبد المنعم حصل حاجه، يعني اعتقد ان هو محتاج للمستقبل بديل لعلي معلول، بس ومحتاج طبيب نفسي، ده اهم تعاقد. والله بص معلومه بجد مهمه فعلا فعلا والله، اصل الجانب النفسي ده مهم جدا 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 للعيبه، لكلنا لكلنا. خلصت فقرتنا ونورتونا، وان شاء الله بنتمنى للاهلي يكسب كل البطولات، واحنا متفائلين جدا وبنتكلم دايما للاحسن ان شاء الله. نورتونا. خلصت فقرتنا، نطلع فاصل ونرجع تاني، استنونا.